مدينة سجل ماسل، وهي ثاني مدينة إسلامية تشيد في المغرب بعد القيروان. تأسست سنة 140 هجرية عندما نزلت بموقع سجل ماسا جماعة من الخوارج الصفرية من قبيلة مكناس الزناتية، يقودها أبو القاسم سمعون بن واسول الملقب بالمدرار، وأصبحت عاصمة دولة بني مدرار. ثم قتلت القبائل المكناسية عيسى بن الأسود وبايعت زعيمها أبو القاسم بن واسول. وصلها إمام الفاطميين عبيد الله المهدي متنكراً بزي التجار، فاشتبه به أميرها وسجنه، مما جعل داعيته أبو عبد الله الشيعي يسارع بعد إعلانه قيام الدولة في المغرب الأدنى إلى اكتساح سجل ماسا وقتل أميرها اليسع في سنة 297 هجرية. وبذلك ابتدأ حكم الفاطميين في المدينة. وبعد أن نقل الفاطميون حكمهم لمصر وتراخت قبضتهم على المدينة، خضعت سجل ماسا لأمويي الأندلس، ثم حكمها المغراويون إلى أن دخلها المرابطون سنة 445 للهجرة. ثم خضعت المدينة للموحدين في سنة 673 للهجرة. اجتاحها المرينيون بزعامة السلطان أبي يوسف يعقوب، وجعلوا حكم سجل ماسا لأفراد من الأسرة السلطانية وأبناء السلاطين. بعد المرينيين حكم الوطاسيون، لكنهم عاجزوا عن مقاومة التقدم للبرتغالي الذي وصل إلى حدود سجل ماسا، فظهرت فيها مقاومة أوصلت السعديين إلى حكمها. بعد السعديين نزلت في سجل ماسا الأسرة العلوية الحسنية بزعامة مولاي الرشيد بن علي، وتأسست دولتهم سنة 1075 هجرية، وصارت سجل ماسا تعرف باسم تفيللات، وعرفت الأسرة الحاكمة بالأشرف الفلاليين، وهي الأسرة التي استمر حكمها إلى اليوم. وأصبحت سجل ماسا أو تفيللات مدينة من مدن المملكة المغربية.